متتبعي قناة انفاس بريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كازا سيتي. ما كاينش شي مدونة من المدونات خلقت واحد النقاش وجدل كبير جدا، هي مدونة السير. يعني قبل ان تدخل الى المرحلة ديال التطبيق سنة 2010 اثارت موجة من الجدل وثار واحد الاضرابات واحتجاجات كبيرة على مدونة السير. كانت ديك الساعة الوزير كريم غلاب هو وزير التجهيز والنقل. دابا دازت سنوات طويلة على دخول هذه المدونة السير الى حيز التنفيذ، علما انها تم التعديل ديالها في 2016. اشني الحصيله ديال هذه المدونه السير واشني التعديلات اللي مرتقبه باش تدخل لهذه المدونه السير؟ من اجل مناقشه هذه القضيه ديالنا نستضيف السي مصطفى شعول، الامين العام للمنظمه الديمقراطيه للنقل واللوجستيك متعدده الوسائط، والسيد يونس بولاق، رئيس الجامعه المغربيه للمقاولات الصغرى والمتوسطه لمهني النقل. السي مصطفى مرحبا بك. شكرا للاستضافه. سي بولاق مرحبا بك. شكرا استاذي على الاستضافه. البدايه متتبعي قناه انفاس بريس غتكون مع السي مصطفى شعون. مصطفى شعون، مؤخرا درت واحد الندوه حول حصيله مدونه السير. الى بغينا بخلاصه، اشني الحصيله بالنسبه لكم لدخول مدونه السير لحز التنفيذ؟ اشني الاشكاليات، اشني العراقيل، اشني الايجابيات ديال هذه المدونه؟ شكرا على الاستضافه وشكرا على اثاره هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات. بطبيعه الحال لكل تجربه تقييم، والتقييم لابد ان يكون على يعني مدونه السير على الطرق، كيفما جاء في التقديم ديالكم الجدل الكبير الذي عرفته يعني عرفه النقاش حول مدونه السير على الطرق، لان اول مره كنجمع مجموعه القوانين في اطار مدونه، وكذلك التطبيق ديالها على ارض الواقع خصوصا في الشق المتعلق بمهني النقل الطرقي والسياقه المهنيه. المدونه كيفما جاء كذلك في التقديم ديالكم انها تعدلت بالقانون 116 14 سنه 2016، ولكن اليوم كذلك الوزارة الوصية والقانون والظروف تفرض أن يكون هناك تعديلات على مجموعة من المقتضيات والمواد. بطبيعة الحال في هذا الإطار هذا نظمنا يعني في إطار الشبكة المغربية للنقل والسياق المهني نظمنا يعني ندوة وطنية حول مدونة السير، وعطيناها يعني الشعار ديال الحصيلة والآفاق. بطبيعة الحال تم الوقوف على مجموعة ديال المشاكل والمعيقات التي تعيق او تواجه المهنيين ديال النقل الطرقي، لا المقاولات النقليه ولا كذلك السائقين المهنيين من خلال باب السياقه المهنيه. وتم تقديم مجموعه ديال المقترحات التي ستكون كفيله اذا اخذت بعين الاعتبار من اجل تجويد كل هذه النصوص القانونيه. الحصيله بخلاصه يعني الحصيله بالنسبه للنقل الطرقي، مازال هناك عده اختلالات وعده اشكاليات متعلقه اولا يعني بالعقوبات الاداريه، متعلقه بالعقوبات يعني اللي كطال المهنيين ديال النقل، متعلقه كذلك بالمساطير اللي في بعض الاحيان كتكون يعني اذا تكلمنا على الجنح كتكون يعني عندها واحد المسار اللي ما كيخدمش المهنيين ديال النقل. بطبيعه الحال غياب ما هو يعني رقمي داخل المدونه، لان يعني اليوم كنشوفوا كل التحولات الرقميه اليوم هذه العمليه مازال خصها كذلك تخذ بعين الاعتبار. اذا مجموعه ديال الاشكالات اللي مرتبطه بكل ابواب ديال المدونه السير، لان ما يمكنش نناقشوا بشكل دقيق ومدقق كل المواد المقتضيات، ولكن النقاش كان داخل الندوه ومن خلال الندوه اللي حضرتها المؤسسات المتدخله في قطاع بطبيعه في قطاع النقل، وكذلك اللي عندها ارتباط وثيق بتنفيذ مدونه السير او يعني بالتطبيق ديالها. وبطبيعه الحال كل هذه المؤسسات حتى هي وقفات بان هناك مشاكل ومعيقات من خلال الممارسه، لان اي قانون هو اليوم كيدار قانون، ولكن خلال التطبيق ديالو كتبان بعض العيوب وبعض الاشكالات، وتم يعني الوقوف على هذه الامور هذه، وتم كذلك اعطاء يعني اقتراحات من اجل تجويد وتعديل بعض المقتضيات ديال مدونه السير. يعني سي شعون، هناك بعض المشاكل اللي اعترضت سبيل يعني تطبيق هذه المدونه السير، بالنسبه لكم انتم كجامعه المغربيه للمقاولات الصغرى والمتوسطه واش تشاطروا نفس الراي؟ اولا شكرا على الاستضافه. فعلا فكما تطرق الاخ الكريم بالنسبه لمدونه السير التي تطبق على المهنيين، فحنا نشاطر الراي، حيث كما كتعرفوا ان مدونه السير منذ تعديلها بتاريخ 11 غشت 2016 في اطار القانون 5205، وما آل من تعديل ديال القانون ديال 115-14 كنا كنعتبروا احنا بانها واحد ثوره بالمقارنه مع قانون السير لسنه 1953، ولكن كنلاحظوا استبعدت منها بعض الاضافات وتهم بالخصوص تغيير البنيه التحتيه واتساع الاسطول الممارس للسير على الطرقات. فكان لابد من احداث منظومه تساير التقدم الحاصل في كل الميادين، واصبحت المدونه الجديده تهم كثير من الميادين،
وتقريبا على رأسها الرخصة ديال السياقة فيما يسمى بالنقاط، الغرامة التصالحية والجوزافية، تأهيل المراقبة الطرقية والوقاية من الرشوة، الحفاظ على حقوق المواطنين ومراقبة السياقة تحت التأثيرات السلبية كالخمر والمخدرات والأدوية، والمسؤوليات والعقوبات السالبة للحرية في حالة وقوع حوادث السير المهني، وتأهيل المراقبة. يعني بالنسبة لك مصطفى شعون، واش تشوف يعني مدونة السير تعدل أكثر من مرة؟ دابا الآن أنا نجرو التعديل الثاني لواحد مدونة العمر ديالها يعني ماشي طويل بزاف، يعني بالنسبة لك أنت واش الأمر عادي ولا خاص أصلا يعني كما قلتي في البداية بأن قانون خاص ضروري من التعديل ديالو والتجديد ديالو باش يواكب المتغيرات اللي كتوقع؟ بطبيعة الحال يعني أي قانون هو خاضع يعني للضرورة الزمني والمكان، إذا اليوم كاين عدة متغيرات كما قلت، كاين امور اللي تغيرات وتبدلات، كاين مجموعه ديال الاشياء، كاين كذلك النتائج ديال الامور اللي تغيرات. يعني على سبيل المثال يعني كاين مجموعه ديال النقاط في مجموعه الابواب، لان كما قلت ما يمكنش نتكلموا على كل النقاط المتغيرات ديال النقاط. نعطيو على سبيل المثال الحصر، اليوم كنشوفوا يعني مجموعه ديال المركبات الكهربائيه، هذه المركبات الكهربائيه راه ما منصوش عليها في قانون المدونات، اذا كيفاش غيمكن نتعاملوا معها في السير والجوله في الطريق العموميه؟ هذه نقطه من مجموعه ديال النقاط. كذلك هذا وسائل النقل الجديده خصوصا وسائل النقل الحضري هي غير مضمنه في القانون ديال النقل، شنو هو فالا الباسواي، مجموعه ديال الامور. كذلك بالنسبه يعني للمقتضيات المتعلقه بالجناح، اليوم كذلك كنشوفوا هنا كاين مشروع ديال القانون قدمته الحكومه من اجل العقوبات البديله، اذا هذه الامور كلها خصها تلائم، لان المدونه هي جامعه اولا القانون السير والجولان القديم، وكذلك فيها القانون الجنائي. اذا كاين واحد انسجام بين مجموعه ديال المؤسسات المتدخله في قانون السير. كذلك كاين عده مقتضيات ومواد ما تنزلتش على الواقع مع الاسف، خصوصا فيما يخص رخص يعني رخص ديال السياقه. شفنا عده متغيرات كذلك دخلت مجموعه ديال المركبات يعني السير والجولان. كل هذه الامور هذه كتستدعي ان في كل الابواب ديال مدونه السير تستدعي ان تكون هناك مراجعه شبه شموليه، لان بغينا تكون الثالثه ثابته كما قلتوا. الاول عرفنا جميع السياق اللي جات فيه المدونه ديال السير في 2010، تم تدارك بعض الامور في 2016، ولكن اليوم اصبح من الضروري المكان ان يكون هناك يعني نقاش في المستوى ويكون فيه اشراك. هذا هو اللي ما بغيناش اليوم نطيحوا في الاخطاء ديال الماضي، خص لابد من تصحيح المسار. اولا يكون فيه اشراك ديال كل الفاعلين وكل المتدخلين في قانون السير، لا سيما يعني الامر اللي كيهم المهني ديال النقل الطرقي وكذلك السائقين المهني. لهذا الغرض نحن متواجدين هنا من اجل يعني اننا نتكلموا على كل النقاط والمقتضيات اللي كتهم النقل الطرقي والسائقين المهنيين. سي بولاق، واش تشوف ان الان يعني احنا في حاجه الى تعديل مدونه السير في خدم واحد المشاكل كثيره تاع مهنيين النقل الطرقي، على يعني على صعيد يعني ارتفاع اسعار المحروقات، واش الان يعني الحاجه الى تعديل مدونه السير او حل المشاكل اللي تعرف هذا القطاع هذا اللي ما بغاش يخرج من المشاكل ديالو؟ فعلا حنا كما كتعرفوا كنتخبطوا في عده مشاكل منذ 2019 والدائره ديال الكوفيد، ومن بعد داك التوقف الاضطراري اللي كنا لزاما نتوقفوا، من بعد الزياده في الاسعار ديال الغازوال، فكنا منهمكين مع المسائل والتوقفات ديال الحافلات اللي جعلتنا ولينا كنتكلموا في امور اخرى. الان هاد كتجي التعديلات ديال مدونه السير، فعلا هو الوقت غير مناسب، لكن نحن كنا نطالب دائما بالتعديل ديال هاد المدونه، خصوصا في الشق اللي كيهم السائقين المهنيين والمهنيين بالخصوص المستثمرين. احنا كنحاولوا باش نجاوبوا على هذه المسائل في بعض النقاط اللي هي كتماشى مع المخالفات الاداريه الخاصه بالمهنيين، اللي كتكون من 10 حتى 11 نقطه اللي هي مهمه، من ضمنها وضع الحافلات في المحجز، الاحتفاظ بالرخص السياقه ديال المهن ديال السائقين لمده طويله بين شهر وثلاث اشهر. هذا اللي كتسبب لنا واحد المشكل كبير صراحه، لان نظرا لقله السائقين المهنيين اللي ولينا كنعيشوه مؤخرا، فكنكونوا مضطرين من واحد السائق مهني كتمشي له الرخصه ديالو شهر او ثلاث اشهر كنعوضوه بواحد السائق اللي هو ما كيكونش في هذاك المستوى الكبير، وهنا كيخلق مشاكل وانزلاقات يمكن وكانت وقعت لنا كتوصلك حتى الحوادث خطيره. هنا غادي نقوموا ببعض التعديلات،
وكنتمناو الوزاره الوصيه باش تمشي معنا في الطرح ديال تتمنى من وزاره الوصيه واش فتحوا معكم الان نقاش ولا باقي غير هذاك الشيء؟ لا هو ليس هناك نقاش، حنا هناك رسائل توصلنا بنا بها من طرف الوزاره الوصيه باش نمدوها بالتعديلات ديالنا. حنا اللي كنطلبوا كذلك هو يكون واحد اليوم دراسي كيتجمعوا فيه جميع المكونات ديال القطاع من مهنيين من مسؤولين الى اخره، من اجل وقت وضع النقاط على الحروف في التعديلات، لان انت كتقوم بالتعديلات والهيئه المهنيه كامله كتقوم بالتعديلات وتتم وضعها لدى الوزاره الوصيه، ولكن ما كنعرفوش واش تؤخذ بعين الاعتبار ولا هما كيديروا التعديلات التي على المقاس ديالهم هما. تشعون. صحيح يعني وشاطر الاخ اخ بولاق، نفس يعني اليوم طلب منا حنا كهيئات اننا نقدموا المقترحات، حنا سلكنا الطريق يعني الانسب هو تنظيم ندوه واشراك كل المؤسسات. بطبيعه الحال عندنا توصيات وعندنا مجموعه ديال المقترحات قدمناها بطبيعه الحال، لان بالمناسبه اليوم هو اخر اجل لايداء التعديلات حسب الرسائل اللي توصلنا بها من طرف الوزاره الوصيه، ولكن هذا يعني ما يمنعش ان الوزاره اليوم خصها تكون عندها الشجاعه الكامله والمطلقه انها بطبيعه الحال. كاين واحد التخوف، اسمح لي الا قطعت، كاين واحد التخوف بان تكون المدونه السير يعني المعدله موجوده وان الباب تاع التشاور غير من باب يعني شاورهم. وهو هو هو بطبيعه الحال الوزاره الوصيه حسب القانون هي الوحيده انها اللي خصها تقدم مقترحات، خصوصا انها في الاغلبيه الحكوميه. كيبقى كذلك الدور ديال البرلمان، الدور ديال البرلماني بغرفته الاعلام مجلس النواب المجلس المستشاري، لان رغم ان الوزاره اللي قدمت المقترحات راه تقدر في اللجان ديال التعديل ديالها. وحنا اللي مهم اننا نكونوا في اطار التواصل الشامل والدائم مع كل المكونات ديال المهنيين ديال النقل، لان الامر كيهم كل المهنيين ديال النقل وكيهم كل المستعملين ديال المدونه الحاليه. شحال فيها تقريبا من 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 فصل؟ تقريبا ما يقارب 400 فصل، 378 زاد فيها الترام، ويقول 380 فصل، ومعدل انه يكون فيها مواد ومقتضيات جديده. يعني من المرجح يكون من الارجح يعني من الراجح انه غادي يكون فيها مواد جديده، لان كيف ما قلت كاين مجموعه ديال الامور اللي طورت، خصوصا دخول المركبات الكهربائيه اللي يعني الطريق العموميه مع الاسف الشديد وما عندهاش مقتضيات قانونيه اللي كتضبطها وكتنظم يعني السير والجولان في هذا الباب هذا. سي بولاق، انت يعني اشني اهم التعديلات اللي تتهمكم في هذا الاطار هذا كرائك كجامع المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطه لمهنيي النقل؟ حيت الوضع ديالكم انتم ربما تيكون وضع بحال شويه خاص على يعني المهنه تاع النقل. اكيد اكيد فعلا فهو خاص، والعقوبات المهنيه فهي منعزله على العقوبات ديال كافه السائقين كمواطنين ومستعملي السيارات. حنا كيهمونا بعض النقاط هو اللي عندنا تقريبا جميع المخالفات الاداريه اللي وضعتها وزاره النقل واللوجستيك بالنسبه للحافلات ديال النقل الطرقي ديال المسافرين، هي الوضع الحافلات في بعض المخالفات في المحجز لمده 15 بين 10 و 15 يوم، سلب رخصه السياقه للسائق بين شهر و 15 يوما. هذه المخالفات يجب مراجعتها بالطبع، يجب مجالسة المهنيين في واحد، ما نقولوش واحد اليوم دراسي ولا هذا، نقولوا واحد الاجتماع موسع يكونوا فيه جميع الفرق، لان نحن كما قال السي مصطفى راه تشركون مهنة واحدة هي النقل. هذه المهنة هذه عندها عقوبات، باش تعدلها على الورق وتمد بها الوزارة وتسنى الجواب ديالها هذا صعب، يعني يجب مجالسة المهنيين ونفرقوا بين السائق المهني والسائق العادي. أنا هناك فرق كبير، لأن السائق المهني يمارس ليل نهار عليه ضغوطات إلى آخره، السائق العادي هو عنده تنقل معروف ومحدود. لكل هذا حنا اللي كنطالبوا من الوزارة الوصية هي تجالسنا في التعديلات، وهذا راه كان سابقا، يمكن السي مصطفى راه يشهدني الرأي عند إنزال المدونة أول مرة، راه جلست جميع المهنيين وحاوراتهم في ظل السيد المدير السابق اللي كان. حنا اليوم هذا هو ما نحتاجه في إطار دستوري وتشاركي، هو مجالسة في التعديلات وأخذ بعين الاعتبار ومناقشته حتى يتم تنزيله بما يرضي جميع الفرقاء والمهنيين. بالنسبة لكم انتم في المنظمة شنو أهم التعديلات اللي تتقترح؟ حنا تبنينا كل التعديلات اللي خرجت كتوصيات من يعني من اليوم الدراسي نظمته الشبكة المغربية للنقل والسياقة المهنية، لأن بطبيعة الحال هذه المؤسسة هي اللي تعنى
بالنقاشات القانونيه والنقاشات المهنيه. احنا بالنسبه لنا ما نختلفش مع السي يونس، كاين مجموعه ديال القرارات الاداريه اللي لابد اننا نراجعوها، لان حتى دوك العقوبات ديال الايداع بالمحجز اعتقد ان اليوم كوسيله النقل كاين عقوبات بديله، كذلك ما هو رقمي اليوم بغينا يعني يكون ما هو رقمي اكثر من التدخل ديال العامل البشري، وكذلك تنزيل بعض المقتضيات اللي لم يتم تنزيلها في باب السياقه المهنيه، وتعديل بعض الامور اللي خاصه بالسياقه المهنيه بالسائقين المهنيين، لان بطبيعه الحال احنا كمهنيين ديال النقل بطبيعه الحال السائق المهني كيبقى او السياقه المهنيه كتبقى هي الوسيله الوحيده اللي غتقدر اليوم تضمن السلامه على الطرقات، رغم ان المقاولات النقليه راه هي مستثمره، ولكن راه السائق المهني هو اللي يسوقه او يقود هذه المركبات، لا في نقل البضائع ولا في نقل الاشخاص ولا في النقل العمومي المستثمر. ولكن الفكره اللي قال السي بولاغ بان يكون واحد مدونه خاصه بالنقل تاع المهنيين ومدونه خاصه بالنقل، واش مقبوله هذا؟ طبيعي ماشي مقبوله، هذا هو عين العقل ما اليوم، لان هذا النقاش غادي يحولنا اليوم، ما دمنا ان جمعنا القوانين درنا مدونه السير، هذا مطلب ديالنا، هذا مطلب ان نديروا مدونه النقل باش نعرفوا باش ما يبقاوش هذه المشاكل بين المهنيين. اولا اليوم راه كاينه مشاكل بين الحافلات وبين سيارات الاجره وبين النقل المزدوج وبين النقل السياحي وبين مجموعه الانماط النقل، هناك تداخل ديال الوزارات، لا حبذا لو يتم تجميع كل هذه الانماط ديال النقل ودار مدونه النقل، ومن خلال هذه مدونه النقل يعترفوا بالسائق المهني كسائق مهني. ولكن شكون هما الاولى يعني بالنسبه لكم انتم؟ بجوج سؤال بجوج بجوج، واش تعديل مدونه السير ولا نديروا قانون منظم للنقل؟ انا اللي سمح لي السي يونس، انا بالنسبه لي التعديلات لابد انها تكون، لان هذه التعديلات ستبنى عليها من اجل التضمين ديالها في مدونه ديال النقل، لان مدونه النقل غتجمع لك مدونه السير وغتجمع لك مدونه الشغل وغتجمع لك مجموع وغتجمع لك يعني القانون الظاهر 63 وكذلك القانون ديال 1699 اللي تعدل، وغادي تخرج لنا واحد القانون اطار، قانون اطار اللي غيجمع هذه المهن ديال النقل كلها وغيعطيها الاحقيه الاسبقيه ديالها، وغادي بطبيعه الحال غادي يحسن المهنه ديال نقل الطرق اللي مع الاسف الشديد. وهذا النقاش كان عندي مع السي يونس قبل ما ندخلوا لهذا البرنامج او هذه الحلقه، ان اليوم القطاع ديال النقل هو غادي في واحد المسار مع الاسف واحد المنحه تنازلي، وحنا ما بغيناش كمهنيين ديال النقل نمشيو في هذا الاتجاه، بغينا يعني اليوم القطاع ديالنا نحافظوا عليه ونزيدوا به الامام بطبيعه الحال في اطار مقاربه تشاركيه مع الوزاره الوصيه. سي يونس شنو رايك في هذه القضيه؟ واش الاولى مدونه السير ولا الاولى اننا نكبوا على اعداد واحد القانون منظم للمهنه؟ والله فعلا انا اشاطر الراي ديال السي مصطفى، لان كما قال لك يجب ان نكب على الاصلاح ديال مدونه السير، ومنها سوف ينبثق الاطار القانوني اللي غادي نعملوا به حنا كمدونه خاصه بالمهنيين. هي اولا كاينه ديجا عقوبات اداريه منين جايه؟ من الظاهر 63 ومن مدونه السير ديال 52.05. حنا بالنسبه للمهنه هي بدات كتنطر وبدات ما عاشته مؤخرا 2019 اليومين هذا، فهي اصبحت مهنه تعاني عده مسائل. هنا كنطلبوا باش هاد العقوبات الاداريه تشتغلوا عليها جميعا، وكنعاود ناكد على هذه المساله لاننا ما اشتغلناش عليها في اطار تشاركي وحضوري لن تكون هناك نتائج ترضي المهنيين، لان الكثير من المخالفات المنصوص عليها في المدونه تجرم مخالفات وتضع لها اطار قانوني للتنفيذ دون مراعاه الكثير من المسائل اللي كتهم المهنيين، وهذه المساله هذه هي التي نعاني منها احنا حاليا، وبغينا باش نكونوا كمهنيين في جميع كجميع الدول ديال العالم في واحد الاطار اللي هو قانوني اللي كيضمن الحقوق ديالنا بغرامات او الى اخره، باش المهنه ديالنا تستمر. وكنطالبوا ثاني باش، لان في هذا الظرف الحالي يجب مناقشه عده مواضيع كما قلت سابقا السي استاذي الكريم، راه هناك تلقى مساله الغازوار راه هو الان راه في واحد الارتفاع اللي باقي المهنيين يعانوا منه، عده اشياء اخرى، ويمكن نعالجوا المشاكل بالاولويات المأذونيات التي توقفت. راه السي مصطفى عارف هذه المسائل، الناس راه تقريبا اكثر من 146 مأذونيه التي توقفت حاليا، وهذه باحصائيات ديال الوزاره الوصيه، والوزاره الوصيه هي لا اعتقد بانها ناعسه على هذه المسائل، ولكن يجب ان تضع بعض النقاط في الحسبان مع المهنيين ومجالستهم، راه هذا هو المشكل اللي قائم بذاته، عدم مشاركة المهنيين في عدة أشياء. مجالسة المهنيين. سي شاعون شكرا جزيلا على قبول الدعوة، سي يونس بولاغ شكرا جزيلا على قبول الدعوة، متتبعي قناة الفاسبريس إلى أن نقول لكم إلى اللقاء فرصة قادمة إن شاء الله.